رحمة رياض تستعرض طرافة ابنتها عالية في غرفة الألعاب، والجمهور يتفاعل مع الفيديو. ما في ليل ما في والي وازي والي ما في. تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور مع ابنتها الوحيدة من زوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم عالية. هو كل ما أسافر وأبتعد عنها حتى لو يوم أكو تعب نفسي وبكي وإنهيارات بصراحة وكل ما تكبر. وفي التفاصيل، نشرت رحمة رياض صورة لابنتها عالية عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام من غرفة النوم، واللافت في الصورة أن رحمة دائما تخفي وجه ابنتها، وكتبت على الصورة صباح الخير. وعادت رحمة رياض ونشرت صورة لعالية من غرفة الألعاب وسط أجواء من الفرح والسرور وعلى أنغام أغنية. ومن الواضح أن ملامح عالية بدأت تظهر، لكن والدتها تحرص دائما عدم إظهار وجهها بشكل واضح. يعني لحد الآن مصرة أنه ما أطلع وجهها، لأنه أحس مثل ما قلتي يعني هاي شيء يخصها وهي دلع. وتفاعل جمهور الفنانة العراقية رحمة رياض بشكل كبير مع الصور هذا، وكانت شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض في وقت سابق مع المتابعين أول صورة لها مع ابنتها عالية. وظهرت رحمة في الصورة وهي تحتضن طفلتها خلال تواجدهما في الطائرة، حيث حرصت على إخفاء وجهها. وحظيت الصورة بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفاعل الجمهور معها، حيث طالب بعضهم بالكشف عن ملامحها. وكانت الفنانة العراقية علقت عقب إنجاب ابنتها من زوجها الفنان ألكسندر علوم: الحمد لله الذي وهبنا بفضله، فرحتنا الأولى عالية، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا. موهبة عراقية مطعمة بالنجاح، حققت نجاحات متتالية. وعلى صعيد آخر، أعلنت الفنانة العراقية في وقت سابق تعاونها مع لعبة PUBG موبايل من خلال تقديم أغنية خاصة باللعبة، كما ستظهر بشخصية حورية البحر وأزياء مستوحاة من أسلوبها. ونشرت PUBG الشرق الأوسط مقطع فيديو للإعلان عن تعاونها مع رحمة رياض، وعلقت: حورية البحر رحمة رياض تصل إلى PUBG موبايل بأغنيتها الجديدة أني أساسية قريبا. وتحتوي الباقة الجديدة التي تحمل اسم رحمة رياض على مجموعة من الأزياء والمعدات، ويمكن للمتابعين فتح الصندوق الخاص بالفنانة لاكتشاف الأزياء والملحقات الخاصة بها. الخبر لاقى تفاعلاً كبيراً من محبيها، حيث علقت إحدى المتابعات: أجمل حورية بحر، وقالت غيرها: بحمل اللعبة عشانها، وغيرهم علق: أحلى تعاون مع أجمل فنانة. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.